هذا الإنسان في المعصية يسقط، ولكن طوبى لمن بدل هذا السقوط إلى سجود لله سبحانه وتعالى. فلهذا إذا كانت هناك ذرة من النور والتوفيق في الإنسان فإن العاصي أقرب إلى الله من غير العاصي، لأن العاصي منكسر القلب يعلم أنه مبتعد عن الله، يعلم، فلهذا ينكسر قلبه. فعندما يتوجه بقلب منكسر، وكل العبودية في هذا الانكسار، وإلا العبودية ليست في أن 1000 ركعة و 2000 ركعة و 70 ختمة، وهام العبودية مهذنة، لعله تؤدي بالإنسان إلى الغرور كما أدت بالكثير. إن الإنسان ليطغى رآه استغنى، مما يؤسف احنا كثير منا من هاي استغنى نسمعها مباشرة لأنه وين يروح فلوس، مع أنه هذه أدنى المصادق. غرور العلم أعلى بمراتب من غرور المال. إنسان الذي يجد نفسه عالما، الغرور الذي يصيب الإنسان العالم لا يوجد مثل ذلك الغرور في من؟ في الإنسان الغني. غرور العبادة وغرور العمل الصالح ويأشد من غرور العلم وغرور المال.